بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل بسكويت بس بالبرتقال. عملناه قبل كده بالفانيليا، المره دي هنعمله بالبرتقال، بس حاجه جميله جدا وتحفه. وشايفين السوا بتاعه وشكله عامل ازاي، يعني حاجه جميله جدا يا جماعه، وسهل جدا ومقاديره بسيطه خالص، ما فيهوش اي مشكله. هنعمله بكل سهوله وبالبرتقال وبرتقال طبيعي، مش هنحط ريحه برتقال ولا اي حاجه. هنشوف الطريقه ونشوف المقادير ونشوف سهوله البسكويت بتاعنا النهارده، ويبقى كده عملنا نوعين بسكويت مع بعض. يلا بينا نروح نشوف الطريقه والمقادير. بس قبل ما نروح نشوف الطريقه والمقادير، ما تنسيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ ام باسل، ويا ريت شير للفيديو عشان الناس كلها تشوفه. ويلا بينا مع بعضينا نعمل البسكويت بتاع العده بالبرتقال. يلا بينا. معايا كوبايه زبد درجه حراره المطبخ، 3 كوبايات دقيق، 3 بيضات، رشه بيكنج بودر بسيطه، فانيليا كوبايه لربع، سكر بودر، وتلت كوبايه عصير برتقال، اقل من الربع ايه بحاجات بسيطه. هنضرب زي ما احنا متعودين الزبده بتاعتنا لغايه ما تبقى كريمي، ونضيف عليها السكر البودر. هحط السكر البودر كوبايه الا ربع، وبعدين برده نضربهم لغايه ما ايه يبقى القوام كريمي كده. تمام، هبتدي اقول بسم الله واضيف بيضه لغايه ما تختفي، واضيف الثانيه والثالثه زي ما عملنا قبل كده، واضيف عليها الفانيليا في اخر حاجه. اخر بيضه عليها الفانيليا، نضربها برده لغايه ما تختفي. بعد كده هنزل بس الخليط اللي على الجنب ده الاول كده اهو، ونص كميه الدقيق عشان ما تخنش نفسي، والبيكنج باودر ربع ملعقه بسيطه خالص اهو، ورشه الملح، وابتدي اقلب شويه دي اللي انا حطيتهم. تمام، وبعد كده بحط ايه غيرهم، باقي كميه الدقيق. بعد ما قلبت باقي كميه الدقيق، يعني كل الدقيق اتقلب معايا، هقول بسم الله واحط اخر حاجه تلت كوبايه البرتقال واقلب كويس. لو عندك برش البرتقال عايزه تحطيه حطيه، ماشي مفيش مانع، يعني زي ما انتم شايفين كده لغايه بس ما يندمج وكده بس خلاص، عشان ينزل معايا من الكيس بكل سهوله. اتاكد ان انا قلبت دقيق كويس، عشان انا لسه بقلب اهو في دقيق اهو، شايفين بالشكل ده كده. خلاص كده كده يكون كله اندمج مع بعضه زي الفل، والعجينه عندي تمام. اعمل لكم زوم عليها اهي، بصوا جميله ازاي. يلا بقى نشوف هنشكلها ازاي. انا حطيت عندي البسكويت اهو في الشكل ده والشكل ده، يعني هنوع في الاشكال. وهقول بسم الله ونبتدي نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عجينه سهله معايا وجميله جدا. بصوا نخلص بقى الشكل ده، وبعدين نيجي نشوف الشكل التاني. خلصت اهو زي ما انتم شايفين، عملت الشكل ده وعملت الشكل ده. هندخلهم بقى الفرن ايه، ونكمل الباقي، واللي ايه اللي يطلع من الفرن نحطه مكانه 10 دقايق بس، ونبص عليه هتلاقيه ايه خلص ان شاء الله. ادي البسكويت بالبرتقال بتاعي طلع، وسبته يهدى خالص. شايفين شكله عامل ازاي والسوا بتاعه جميل. اقرب لكم عليه، بجد تحفه. شايفين شايفين البسكويت عامل ازاي من جوه. طعم البرتقال رهيب رهيب فيه يا جماعه، يعني يا ريت تجربوه. يبقى احنا كده عملنا نوعين بسكويت بالبرتقال وايه اللي بالفانيليا. ادي قدامكم النوعين، جربوهم واللي يناسبكم اعملوه. عايزين مثلا تعملوا مقدار من ده ومقدار من ده، مفيش مشكله، بس هو بالبرتقال بصراحه لا يعلى عليه. ده كان البسكويت النهارده بتاعي اللي بالبرتقال بتاع العيد، يعني بمقاديره البسيطه السهله، مش هياخد في ايديك اي وقت ان شاء الله. بتمنى تجربوه وتقولوا لي اكل جميل ايه.
تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مطبخ ام باسل. بشوفكم على الف خير ان شاء الله. وصفة سهلة وسريعة مطبخ ام باسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.